شو برضو أي شيء. بمناسبة اليوم العالمي للسياحة تم تنظيم برنامج ثري تحت إشراف السيد والي الولاية، كذلك تنظيم هذا إشارة انطلاق خاصة بالدراجات الهوائية والسيارات الكلاسيكية وسيارات رباعية الدفع، إضافة إلى المشي يعني لي روندونور. اليوم تعطى إشارة انطلاق، لكن هذه الرياضة أو هذه التظاهر ستستمر بثنية الحد يوم غد وبعد غد إن شاء الله. الهدف من هذه الرياضة هو التعريف بالسياحة الجبلية والترويج لها من خلال هذا الرياضيين. هذه الرياضة اللي راهي في نفس الوقت رياضة وتروج للسياحة الجبلية، هنا توجد مؤهلات، توجد غابات مميزات على مستوى ولاية تسمسيت من أجل احتضان بطولات في الدراجة الجبلية وطنية ودولية واحتضان حتى تظاهرات خاصة بالسياحة.